بص انا ما اعرفش حد مسلم سيدنا خاتم محمد صلى الله عليه وسلم. اولا واخيرا تحيه الى امي العزيزه، الى ابي الاخير رحمه الله عليه، الى اسرتي الصغيره وعائلتي الكبيره، الى الاساتذه والاستاذات، الى الطلبه والطالبات، الى كل الصحفيين والصحفيات، الى الرياضيين والرياضيات، كل من امن بي وكان بجانب كل من يؤمن بالرساله العلميه الفاضله وبالقيم الرياضيه. كنشكر اولا الحضور، كنشكر قبل كل شيء الام ديالي اللي دائما كتدعمني في الحادث ديالي فين ما كنت، في الجامعه ولا خارج الجامعه، الاسره ديالي، العائله، الاصدقاء بما فيهم باقي الاخوان كاملين بدون استثناء، كل الناس اللي كنحبو كيحبونا. هذا العرض هذا كان كما قلت فاتحه باش يكون فتح مجال تاريخ الرياضه داخل الجامعه المغربيه، نفتحوا واحد الافاق، نفتحوا واحد الدراسه بواحد التاريخ اللي قليل فين كنهتموا به، رغم انه في عنده الربح العلمي، كنكتشفوا افاق جديده، الربح الاقتصادي اللي مربوط بالسياحي، اللي ممكن يكون عندنا واحد التاريخ سياحي كنستغلوه ونكونوا حنا المغاربه هما السباقين ليه، وباقي جوانب اكثر غادي نطرق لها ان شاء الله لاحقا حول الرياضه المغربيه، الالعاب الرومانيه. كنشكر اولا السي سعيد البوزيدي اللي كان الاب ديالي بمثابه الاب، اللي عرف كيفاش يردني في الوقت اللي كنت غادي نمشي فحالي. وكنشكر كما قلت كنشكر كاع الناس اللي كنحب وكاع الناس اللي كيحبونا، وشكرا جزيلا على كل من دعمنا في هذا الحضور، ونتمنى هذا يكون قبل كل شيء يكون فاتح الافاق العلميه قبل ان يكون حب ومعرفه. اعتز بحضوري اليوم وترأسي لمناقشه هامه تدور حول موضوع الالعاب الاولمبيه، وهي بذرة طيبة، لأنه ما أحوجنا أن نعرف بدايات كل شيء، لأن البدايات تجعلنا نسعى دائما إلى الاستمرار وإلى الإبداع. توفق المهدي في جمع شتات مجموعة من المعطيات حول الإرهاصات الأولى للألعاب التي بدأت جنائزية دينية ثم تحولت إلى فرجوية، بل انتقل بنا من التاريخ القديم إلى التاريخ المعاصر، وتوقفنا عند العديد من الأسماء، أسماء الفائزين، لأنه الجداول التي قدمها لا شك أنها لا أقول فقط لا شك، لأنها شكلت أيضا موضوع بحث لزميلته الصافي حول الأبطال. إذا نحتاج إلى متابعة وإلى المزيد من النبش في عالم الألعاب وفي القضايا التي أثارها، لأن كل قضية قضية إلا وتثير تساؤلات ورغبة في الاستزادة. قضية الجوائز، قضية البعد الاقتصادي للألعاب، قضية البعد المتوسطي للألعاب، ثم من متوسطي إلى عالمية الألعاب. ف نحبذ أن يتوسع المهدي في عمله ليصبح بيد القراء، لأن القراء يحتاجون إلى أعمال من هذا القبيل. هنيئا له، هنيئا للمشرفين سعيد ورشيد، وهنيئا للمناقشة خديجة القمش، وهنيئا لي لأنني بينهم، وحاولت أن أزود الباحث بمجموعة وثائق علها تشكل ما طلبه بأن نجمع بنك معلومات حول تاريخ الألعاب ومن ذلك تاريخ الألعاب المغربية. إذن سلمته سلسلة أعمال ترتبط جلها، لم أقل كلها، بالقديم. جديده هو أنه اخترق القديم ليطل بنا على الحاضر، ليرجع إلى القرن 19 والقرن 20. دوما نتحدث عن تراكمات، نتحدث عن ما يسمى ببقايا الحضارات القديمة، أجل للحضارة الإغريقية وميدها واستمراريتها، ولا ننسى بأنه الحضارة الإغريقية بدورها تعترف بعمق الحضارات المتوسطية، وعلى رأسها حضارة مصر الفرعونية وحضارة شمال إفريقيا. إذن لكانوا الألعاب مشهورة بأنها أولمبية إغريقية، لا ننسى بأن الألعاب وجدت
أيضا بمصر وبشمال إفريقيا منذ العصور الغامسة، إن لم أقل منذ الألفية الثانية قبل الميلاد، مزيدا من البحث في هذه الجوانب ما أحوجنا إلى الأبحاث الرصينة والأكاديمية. حصل الطالب المهدي القشيني على ميزة حسن جدا. مع توصية اللجنة بأخذ عين الاعتبار الملاحظات ووضع نسخة منقحة في المكتبة المكتبة وتسليم نسخة منقحة.